بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أباح الله عز وجل في هذه الآية الكريمة الطلاق بعد العقد وقبل الدخول أو قبل تحديد المهر، كما أوجب الله عز وجل على الرجل المطلق أن ينفق مما آتاه الله للمطلقة مما تنتفع به من كسوة وغيرها ليتمتعن بهن دفعاً للضرر والكراهية، وأن تكون هذه النفقة من مقدور الرجل المطلق، فإن كان ممن أفاء الله عليهم من مال فيجب أن تكون هذه النفقة متناسبة مع وضعه المادي، وكذلك إن كان وضع الرجل معسرا فلا حرج عليه أن يدفع ما تيسر لديه من نفقة حقا واجبا على المحسنين. ثم يقول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. فإذا وقع الطلاق منكم قبل الدخول بهن فعليكم نصف ما أوجبتم على أنفسكم من مهر لهن إلا إذا سامحنكم به، فيتنازلن عن حقهن لكم تبرعا وتطوعا وبرغبتهن دون إكراه، أو إذا سامح به الزوج فمنحها المهر كاملا، أو أنه لا يسترد بعد الطلاق من المهر شيئا. وإذا رغبت الزوجة أن تتنازل عن حقها أي مهرها كاملا طواعية دون إكراه فلها ذلك، كما أن الله عز وجل قد حضهم على العفو والتسامح والإصلاح، فالله عز وجل مطلع على أحوالكم ونياتكم وسرائركم، فهو عز وجل بصير بما تعملون. ثم يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر الله عز وجل المؤمنين بالمحافظة على الصلوات الخمس، مؤكدا على الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. فعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق عن المشركين: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء، كما أمرهم الله عز وجل أن يقوموا لله في صلاتهم خاشعين خاضعين طائعين بين يدي الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ثم يقول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أي فإن خشيتم وفزعتم من هول اللقاء مع العدو أو الفرار من سبع ضار أو سيل مائج جارف، فصلوا مشاة راجلين على أقدامكم أو راكبين على وسائط حملكم، فإذا ذهب الخوف وأمنتم كيد عدوكم فلازموا ذكر الله عز وجل كما علمكم الله الذكر والدعاء وعلمكم ما لم تعلموه من قبل.